نشاط الحكواتي. نحن بغراس النهضة كل سنة بشهر رمضان المبارك بيتم التجهيز لأنشطة جديدة ومبتكرة وما تكون بشكل اعتيادي موجودة يعني. فهون لمعت فكرة الحكواتي وفعلا تم التجهيز لها عن طريق اللباس، عن طريق الخيمة الرمضانية. كانت الفئة المستهدفة حبينا نستهدف الأيتام اللي هن أغلبهم تقريبا كان مهجر من ريف إدلب الجنوبي. في عندهم حالات أغلبهم فاقدين الأب، في عندهم بعضهم فاقدين الأم، عندهم حالات بتر، في حالات نفسية تعبانة كتير، عانوا كتير من التهجير، عانوا كتير من النزوح والهدم والقتل. حبينا نحن نشاركهم هالنشاط لندخل الفرح والسرور لقلبهم. وهي فكرة الحكواتي هي فكرة شامية ما كانت بالزمن البعيد، يعني كانت موجودة، كان يقصدها القاصي والداني، الأطفال والكبار والزلم لا يحضروا عندها الحكواتي حكايات يستفيدوا من العبر ويتسلوا معه. أنا مصطفى ماهر جرك من المعرة. نزحنا لهون على سرمدة عن مجمع الأيتام، كل يوم عم نجي نحضر هون عند عمو الحكواتي، واليوم عطانا حكاية عن الصداقة.